حاجات كده يعني لابد منها، مسلمات موجودة بس مش هنقدر نغيرها، ولكن مفروض نفكر إزاي هنتعامل معها. موضوع التغيرات المناخية حاجة مخوفانا كلنا على مستوى العالم، لكن في مصر الحمد لله احنا عندنا فكرة، عندنا علماءنا وباحثينا بيطمنونا وبيرشدونا على الطريق اللي مفروض نمشي عليه عشان نقدر يعني مش نجابهها ولكن نتماشى معاها أو نتوائم معاها وناخد منها أقل أضرار لا قدر الله. موضوع تأثير التغيرات المناخية على الزراعة في مصر وإزاي ممكن نخلي بالنا، وخصوصا في مواسم الزراعات الأكثر حساسية شوية للتغيرات المناخية، وتفاصيل تانية كتير أنا أعرفها من ضيفي اللي منورني النهاردة المهندس أشرف سعد، وهو استشاري إدارة مزارع ومفكر وخبير زراعي. أهلا بك يا باشمهندس ونورتني. سعيد بيكم جدا يا فندم، الله يخليك. التغيرات المناخية على مستوى العالم مش بس في مصر أكثر حدة من السنين اللي فاتت، أكثر ضراوة، أكثر قساوة. إيه اللي حاصل في العالم بشرح بسيط، وإيه اللي خلى الموضوع يبقى فيه هذه الحدة اللي ما كناش بنحس بيها من مثلا من 10 سنين فاتوا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. أنا سعيد باستضافتي عندك في البرنامج ده، وبحييكم على أدائه المتميز. أشكرك. ولجمهوره اللي بقى غفير يعني كتير قوي بيسمعوه ومبسوطين منه جدا. بالنسبة لحضرتك، احنا لما بنتكلم عن تغيرات المناخ، هو للأسف الشديد مش تغيرات المناخ بس هي اللي بتواجه الزراعة. الزراعة بتواجهها العديد من المشاكل، على رأسها تغيرات المناخ، يليها جائحة كورونا، يليها الحروب. طيب تغيرات المناخ دي حصلت ليه؟ لما مع بداية القرن 19، القرن اللي اتقضى ده يعني من بداية 120 سنة تقريبا، وجات الثورة الصناعية، الدول ابتدت تكثف الصناعة بطريقة غير عادية، وما كانتش بتدور على عنصر البيئة إطلاقا، كانت مركزة بس إن هي إزاي تنتج، وتنتج بشره وبشره يعني بشرها زايدة جدا، وكانت بتستخدم أنواع من الوقود كان بيضر جدا بالبيئة، بس ما كانش حد باصص له خالص. يعني كتر الوقود ده، ناتج الوقود ده في الجو، أثر على البيئة تأثير جامد جدا، عمل بقى على اللي هو خرق ثقب الأوزون ده اللي احنا بنعاني منه النهارده. لما نتخرق الثقب ده عمل انبعاثات حرارية أثرت على الكوكب كله، دوبت جبال من الثلوج، عملت تصحر في بعض البلاد. ده على المستوى العام. أما بقى على المستوى النبات نفسه فأثرت عليه. النبات زمان كان يعني في حاجة اسمها المدى الحراري، اللي يعني الفرق بين درجات الحرارة على مدار مثلا 24 ساعة أو على مدار أسبوع أو الفترة اللي فيها النبات. زمان كان الجو شبه ثابت في السنين اللي فاتت، يعني أثره ما ابتداش يبان إلا من بعد 2000 وبعد سنة 2000 وجاي كده، ده ابتدى يبان قوي، وفي العشر سنين الآخرين زاد خالص. النبات زمان كان درجة الحرارة ما بتغيرش كتير أو ما بين الليل والنهار، يعني كان مثلا بالنهار مثلا تبقى درجة الحرارة مثلا 37-40، بالليل مثلا تلاقيها 27-25. المدى الحراري، الفرق ما بين درجات الحرارة ما بين الليل والنهار، تلاقيها مثلا 10 درجات 12 درجة. دلوقتي بتلاقي بالنهار درجة الحرارة 47 وبالليل ممكن بتلاقيها 17. الفرق كبير جدا، يعني بتلاقي مثلا تتكلمي في اكتر من 20 درجة حرارة، واخد بال حضرتك، او 25 درجة. النبات نفسه ما بيبقاش عنده القدرة على الصمود، وحتى لو في قدرة على الصمود معدل انتاجه بيبقى ضعيف. ليه؟ لان احنا حتى عندنا ده بيأثر عندنا وبنشوفه في معدل الانتاج. كل زهرة بتعد او بيحصل التلقيح فيها عند درجات حرارة معينة. يعني مثلا الطماطم ديت العقد فيها بيتم عند درجة حرارة 28 درجة، الليمون عند 32 درجة. طب احنا ما بنقدرش نوفر الدرجة ديت اطلاقا، او بتتوفر بدرجات بسيطة، فتلاقي مثلا الطماطم في اوقات معينة الانتاج بتاعها ضعيف، تلاقي كيلو الطماطم ب 12 جنيه و 15 جنيه زي ما احنا بنشوف، وفي اوقات بتلاقيه ب 3 جنيه. ليه؟ ب 3 جنيه كان الجو ملائم لان يبقى في عقد وانتاج، في الجو الحر ما كانش في عقد، فتلاقي بقى الطماطم كمية الانتاج قلت فسعر ارتفع. فدرجة الحرارة او تغير المناخ عموما
أثر على الإنتاجية بتاعة المحاصيل، أثر على جودة منتجات معينة أو زراعات معينة كانت موجودة ما بقتش بالجودة ديت، واخد بالك، خلى ارتفاع الرطوبة ده يعني خلى فيه أمراض فطرية كتير تنتشر. صحيح. زي مثلا حضرتك تلاقي مثلا الأصداء اللي في القمح اللي جت في الأواخر، واخد بالك، درجة الحرارة لما بتعمل بترتفع جامد بيبقى فيه يعني احنا بنقول ايه، حباية الغلة تمست في الآخر كده، حباية الغلة ما تكبرش، أثر على الإنتاج. فطبعا التغير المناخي أثر على كل أنواع المحاصيل وبلا استثناء. كمان جائحة كورونا، يمكن شفنا إن في دول كتير تأثرت بشكل كبير، ولكن إحنا كان عندنا العمل ما شاء الله على قدم وساق، والرئيس عبد الفتاح السيسي الحقيقة إن هو دايما بيهتم بعنصر الوقت. مع التغيرات المناخية أكيد تأثرنا، ولكن بفضل مجهودات المزارع المصري طبعا اللي لازم نكلله كل الاحترام والتقدير، مصر بالعكس في بعض المحاصيل زودت تصديرها. يعني احنا بقينا حققنا نسبة كبيرة، يعني كنت فاكرة احنا برضو محققين نسبة كبيرة مثلا على سبيل المثال من تصدير الفراولة عن السنين اللي فاتت، حاجات كتير. ازاي مصر قوية كده؟ هو ده سؤال عام يمكن تفاصيله كتير، بالامكانيات اللي موجودة يمكن عند دول تانية كتير، ولكن احنا قادرين نكمل وعندنا فعلا مثابرة كبيرة قوي في تحدي اي ظروف حتى لو كانت التغيرات المناخية. احنا ما عندناش خيار، لازم نكمل. يعني حتة ان احنا هنقف عن الشغل، احنا مش هنقف عن العمل اطلاقا. لما جت جائحة كورونا كل دولة قفلت على نفسها، لا بقى في تصدير ولا بقى في حد بيستورد حاجة، كل واحد أصبح بالمنتج اللي عنده. في الوقت ده بقى أنت هتقول لي أنت تساوي كام؟ ماشي، هل أنت هتقدر تقوم بنفسك ولا أنت أوضاعك العامة هتتبهدل؟ إحنا يعني بنشتغل بنظرية البدائل، يعني ده مش موجود هات ده، اشتغل بده. حتى بتلاقي في الفترة ديت يعني فترة الحظر اللي حصلت والكلام ده كله، الناس ابتدت تمسك على نفسها في كل حاجة. ماشي، لأن ده وضع اقتصادي عالمي لازم كل الناس تجابه بأي شكل من الأشكال. احنا مش بنقول بقى المزارع المصري ده، احنا نقول المجاهد المصري، لأن حقيقي. بصراحة مطحون مطحون والله لأقصى درجة، مش قادر يعني ياخد أنفاسه. أولا عملية قفل باب التصدير ديت، ناس عندها منتجات مش عارفة تبيعها، زي مثلا الفراوله جت في فتره من الفترات مش عارفين يصدروها، طيب السوق المحلي ما يشيلهاش. طيب لما حصلت جائحه كورونا وبرده تصدير البرتقال الصيف السنه اللي فاتت اللي حضرتك تفتكري، برده بلاد كتير قفلت، كل واحد خايف على نفسه، يعني بنقص اكل برتقال بس ما يجنيش المرض يعني. ماشي، الى جانب بقى انقطاع سلاسل الامداد، سلاسل الامداد ديت اللي هي بتجيب لنا كل حاجه، ابتداء من التقاوي اللي بتيجي، من الأسمدة اللي بتيجي، من الشحن والتفريغ، من النقل الخارجي والداخلي، كل ده اتقطع، كل الشركات صفت قفلت سرحت عمالة، أصبح مستلزمات الإنتاج ما بتوصلش. طب هي لما مش هتوصل الناس هتشتغل ازاي؟ طيب ده كمان يخلينا نروح لاستنباط أصناف جديدة تكون أكثر مقاومة للتغيرات المناخية. ده بقى اللي يعني المراكز العلميه بقى هي اللي المفروض يعني تشتغل على اخرها في القصه دي. والدوله، وده بيحصل بالفعل، وده بيحصل. ولا لازم ان الدوله تدعم ده بقى، يعني لو بتدعمه بسرعه 80% لا تدعمه بسرعه 100%، لان هو ده المخرج. ان احنا لما نوجد مثلا اصناف بديله للقمح بتنتج اكتر، ده بالتالي هيدينا انتاج اكتر، لان احنا عندنا مشكله ان احنا كل سنه اعداد السكان بتزيد. صحيح. فعشان اعداد السكان دي بتزيد لازم الانتاج يزيد، وعشان الانتاج يزيد لازم الرقعه الزراعيه تزيد. ماشي، وتحسين الاصناف، يعني نحسن اصناف، نوسع في الرقعه الزراعيه، ان كل مدى نحدث نفسنا بحيث ان احنا نقدر نواجه التحديات اللي بتبقى موجوده في البلد. صحيح. بعض الممارسات الزراعيه اللي حضرتك شايف انه لازم المزارع يلتزم بيها عشان يقدر يقلل من تأثير التغيرات المناخية. والله هو المزارع لازم يحدث نفسه في كل حاجة، يعني الشغل التقليدي ما عادش هيبقى المستقبل.
يعني زمان كده كان في مثل بيقول البقاء للأقوى، دلوقتي مش البقاء للأقوى، البقاء للأصلح، اللي هو هيعدل من نفسه ويتواءم مع الظروف اللي موجود، سواء ظروف مناخية، سواء ظروف جائحة كورونا، سواء حروب، لازم يأقلم نفسه. هيأقلم نفسه ازاي؟ عندنا مثلا مثال بسيط، هنقول مثلا حاجة زي الري مثلا. المزارع اللي هو هيتم يروي طول عمره بالري الغمر القديم ده، ده طبيعي حتى الأمراض كترت في الأراضي. وده بيساعد على انتشار أمراض كتيرة جدا. من ضمنها مثلا حاجة زي الديدان الثعبانية مثلا. واخد بال حضرتك؟ يعني لما تيجي تاخدي جزء من التربة الطينية كده وتفتحيه وتقلبي تلاقي فيه ديدان ثعبانية، ده بيتغذى على الجدر. مصدره إيه؟ مصدره ري الغمر. ده حاجة من الحاجات. لازم يعدل نفسه، يستخدم وسائل الري الحديثة زي الري بالتنقيط، الري بالرش، الري المحوري، الري المطري. في 20 نوع من الري لازم يحدث. بالنسبة للتقاوي مش شايفينه بقى يشتغل على التقاوي القديمة اللي فدان الغلة كان بيجيب 7 أردب، ودلوقتي في فدادين بيجيب 7 أنواع من التقاوي تجيب 37، وأنواع ذرة تجيب قد الكمية ديت أكتر كإنتاج ذرة أفضل. فأنواع ياما، يدور على النوع اللي ما ياخدتنوش واخد نوع معين. واخد بال حضرتك؟ برضه باتباع التعليمات اللي بتجيله من الدولة، سواء مثلا بالتوجيهات معينة، ارشادات، يتابع ويطور نفسه. خصوصا احنا بقى عندنا النت دلوقتي فيه معلومات قيمه جدا، الوزاره بتنزل نشرات، في قنوات تلفزيونيه زي اللي انتم بتعملوها كده، كل دي حاجات جميله خالص، يتابع بس. صحيح. مصر رغم اللي حاصل على مستوى العالم ولكن قادره تغطي الحمد لله احتياجاتنا، ودايما وزاره التموين حتى مشكوره بتطلع لنا تفاصيل عن الاحتياطي لست شهور من الارز او غيره من السلع الاستراتيجية. كيف تسمن بقى جهود الدولة يا باشمهندس في ظل هذه الظروف وتحديدا في المشروعات الزراعية الجديدة؟ والله الدولة بتبذل مجهود مجهود محترم، ولكن احنا يعني في تكة كده غايبة اللي هي تسويق المنتج الزراعي المصري. ماشي. يعني احنا لو احنا قدرنا الدولة عن طريق في كل سفارة في ملحق تجاري، الملحق التجاري ده لو يعمل تسويق كويس في البلد اللي هو فيها وتحت غطاء الدولة، والدولة هنا تعمل مناقصات عن مثلا عن تصدير مثلا 2 مليون طن مثلا، يعني 2 مليون طن برتقال، 5 مليون طن مانجا، الحاجات دي هتلاقي الشعب كله بيسعى في المنظومة التصدير دي. بقى هتوفر لنا عملة صعبة، لأن احنا برضو السياحة على مستوى العالم مع جائحة كورونا والحروب والحاجات دي ما عادش لها مستقبل بالدرجة اللي كانت فيها الأول. فلازم يبقى في مصادر للعملة الصعبة دي، مش هتقدر تتوفر إلا عن طريق الصحة. فالدولة ديت لازم تسعى فيها تسويق المنتجات الزراعية. يعني أنا ليا واحد صديق بيقول لي كيلو الرز الأبيض المصري في السعودية ب20 ريال، في 5 جنيه مصري ب100 جنيه. طب احنا هنا بنبيعه بكام؟ طيب لما نبيضه ونشوف نسبه التصافي ونحطه في الكيس ونخليه جاهز للاستهلاك هيكلف علينا كام؟ مش هيكلف علينا 10 جنيه. طيب لو التاجر المصري خد 10 جنيه كمان والدوله خدت 10 جنيه كمان وصلناه للسعوديه ب 50 جنيه، ما هو اللي هناك هيكسب 50 جنيه زيه. بس احنا انعشنا الفلاح هنا، لما تاخدي منه طن الرز ب 10,000 جنيه هيزرع وما يهموش. ماشي. كذلك الذره، كذلك اي منتج حضرتك. يعني يقول لك في 3 منتجات لو تسوق لهم كويس في مصر الناس مش هتسيب ولا سنتي ارض الا البطاطس، البصل، المانجا. الـ3 دول لو تسوق لهم كويس ما يخلوش. ناهيكي بقى عن الرز، ناهيكي عن حاجات كتير. بالاضافه طبعا ان احنا لازم القمح ده يكون لنا واقفه فيه عشان خاطر احنا نوفر العمله الصعبه ونعمل اكتفاء ذاتي من القمح. واخد بالك؟ ونستحدث السلالات اللي تتلائم مع المناخ اللي زي ما حضرتك اشرتي. واخد بالك؟ وبحيث ان احنا نحسن انتاجنا عشان نواكب الزياده السكانيه اللي بتحصل كل سنه. صحيح. ما عملناش كده هتعمل لنا ازمات. لا ما هو ما احنا بنتكلم على تغيرات مناخيه وزياده سكانيه وازمات عالميه، والثقافه الشرائيه راحت فين؟ يعني احنا يعني لا زلنا شوية بنشتري. أنا عارفة أن في بعض الأسعار طبعا بقت شوية مرتفعة،
مش بس في مصر والله على مستوى العالم. بس برضو في حاجات بيقولوا عليها سلعة ترفيهية. عندنا ثقافة التخزين برضو، بنخزن الحاجة، ربنا يعين كل الناس وإن شاء الله بكرة يبقى أحسن وأفضل. بس محتاجين برضو نرشد استهلاكنا شوية على الأقل، حتى اللي بيشتري اللي على قده، بس بيبقى عندنا هادر حتى من العيش كتير قوي قوي قوي. احنا فين أكل الأطعمة والوجبات اللي موجودة في المطاعم والفنادق؟ لو تشوف حضرتك كمية الهدر الرهيب. طب احنا ليه بنعمل ده واحنا في ظل الأزمات دي واحنا محتاجين للتوفير؟ حضرتك بقى دي ثقافة شعب. دي ثقافة شعب. احنا ما تعودناش على ان احنا نتعامل مع يعني ايه. زمان كان الناس الكبار بتوع زمان كانوا بيحترموا النعمة قوي، يعني حتى لما كان حد بيمسك رغيف عيش كان يمسكه يقعد يبوسه ويحطه على يعني في تقديس وتقدير لهذه. دلوقتي احنا بقينا شعب مستهلك، ومستهلك في الرفاهيات اكتر من الاساسيات. يعني حضرتك مثلا وده بيأثر على انتاجنا المحلي. يعني حضرتك مثلا لما تلاقي مثلا مستوردين 7 انواع تفاح من بره، ماشي، طب ليه يعني؟ ماله التفاح المصري؟ ولو ما كلناش تفاح من بره، ما احنا عندنا تفاح مصري بالظبط، وبيغطينا 3 4 شهور وبنخزنوه في الثلاجات، يعني بدل ما بناكلوه 3 شهور بناكلوه 4، ياما قوي. فاحنا مش دي حاجه من الحاجات. تلاقي مثلا بيجيبوا السلع من بره استراديه، حاجه مثلا زي الكيوي، زي حاجات كتير. صحيح. يعني يا دعوه عامه يا باشمهندس ان احنا نوفر الاستهلاك ونهدي شويه في الزياده السكانيه، ونحاول على قد ما نقدر يعني نشوف احنا ممكن نجيب كام طفل نعيشهم عيشه كويسه، افضل ما نعمل فكره العزوه والكلام ده. طبعا وربنا يرزق كل مشتاق، لكن ما ينفعش اجيب 5 6 واقول انا هعيشهم كويس. الثقافه الشرعيه، كل الإرشادات اللي قلنا عليها ودايما مرارا وتكرارا بنأكد عليها. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. المهندس أشرف سعد استشاري إدارة مزارع، شكرا جزيلا لحضرتك، نورتينا. مشاهدينا بشكركم على حسن المتابعة، وتحيات فريق العمل هذا اليوم، وإن شاء الله دايما بيتجدد لقائنا مع حضراتكم بفريق عمل جديد. فنهاركم نهار جديد، إلى اللقاء.